ان شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي جنرال اكسرسايز تدريبات عامه على الدرسين الاول والثاني من الوحده الثانيه. عندنا هنا صفحه 82 من كتاب المعاصر، بيقول لي اول سؤال complete the following dialogue، قم بانهاء او اكمل الحوار التالي. اول سطر ده بيكون مهم جدا، بيعرفني المحادثه بتتكلم عن ايه. بقرا كده المحادثه كلها بالكامل واترجمها كويس، وبعد كده براعي وانا بحل براعي زمن المحادثه. اول سطر بيقول لي يوسف is asking محمد. يوسف asking يعني بيسأل، يوسف بيسأل محمد about his father's job، بيسأله عن وظيفة بابا، يعني وظيفة باباك ايه، باباك بيشتغل ايه. يوسف بيقوله هاي محمد، اهلا يا محمد، بيلقى عليه التحية. what does your father do، ماذا يفعل باباك، باباك بيشتغل ايه. محمد هنا قال له حاجة فيوسف رد عليه، محمد قال له he works in a big hospital in Cairo، بيشتغل في مستشفى كبيرة في القاهرة. يوسف بيسأل محمد قال له he examines patients، هو بيعالج أو بيفحص المرضى. and gives them medicine، وكمان بيديلهم الدواء، يعني examines يعني بيفحص المرضى وبيديلهم الايه medicine الدواء. يوسف بيسأله does he like helping the poor، بيحب يساعد الفقراء. محمد رد عليه فيوسف بيسأله تاني do you like to be a doctor، تو تحب تكون دكتور أيضا. يبقى احنا فهمنا كده ان والد محمد بيشتغل ايه، بيشتغل دكتور. هنقول هنا او محمد هنا هيرد ويقول he is a doctor، هو بيكون دكتور. he is a doctor، هو بيكون ايه a doctor، بيكون دكتور. يوسف بيسأل محمد قال له هو works in a big hospital in Cairo، بيشتغل في مستشفى كبيرة في القاهرة. يبقى أين يعمل، أين يعني where. وبعد كده عندي الفعل وبي اس، هجيب هنا الفعل المساعد does، وبعد كده هي هتطلع لي زي ما هي في السؤال، وبعد كده الفعل في المصدر، الفعل في المصدر وهو ايه، وهو work. Where does he work؟ يعني أين إيه؟ أين هو يعمل؟ قال له هو يعمل في مستشفى كبيرة. يوسف بيسأل محمد قال له he examines patients، بيعالج أو بيفحص المرضى. and gives them medicine، وبيديلهم الدواء. يبقى ماذا يفعل؟ طب هو بيعمل إيه بقى؟ طبيعة شغله إيه؟ ما أو ماذا؟ يعني what. بعد كده عندي examines الفعل وبه إس، يبقى الفعل المساعد عندي في السؤال هيبقى does. بعد كده هي هتطلع لي زي ما هي في السؤال what does he، وبعد كده ايه الفعل في المصدر do. what does he do، ماذا يفعل. يوسف بيسأله يقوله does he like helping the poor، هو بيحب ان هو يساعد the poor، بيحب يساعد الايه الفقراء. هنا محمد رد عليه يقول طبعا ايه yes، نعم. هي هتنزل زي ما هي، وداس هتنزل زي ما هي في الإثبات yes he does، أيوة بيحب يساعد الفقراء. يوسف بيقول do you like to be a doctor، تحب تكون دكتور تو أيضا. هيقول له مثلا إيه yes، نعم. نعمل كده كومة ويو تحول إلى I، ودو هتنزل زي ما هي yes I do، أيوة أحب. بعد كده جايب لي السؤال التاني، بيقول هنا read the following، اقرأ التالي then answer ثم أجيب the questions على الأسئلة. بيجيب لي قطعة بقرأها كويس وأفهمها وترجمها كده وأفهمها، وبعد كده بيجيب لي عليها ثلاث أسئلة اختيارات وثلاث أسئلة مقالية. تعال نقرأ كده مع بعض القطعة. هنا القطعة بتقول all of us should respect night workers، كلنا ينبغي علينا ان احنا نحترم عمال الليل، الناس اللي هما شغلهم بيكون بالليل. there are many hard jobs، يعني هنا يوجد العديد من الوظائف اللي هي بتكون شاقة أو مرهقة. that the workers have to stay all the night without sleeping، اللي العمال بيفضلوا فيها صحيين كده طول الليل من غير نوم أو بدون نوم. such as زي nurses الممرضات، call center workers عمال مركز الاتصالات، and policemen ورجال الشرطة. بيكلمنا هنا وبيكمل بيقول nurses الممرضات stay late at night، يعني يقصد العمال بيضطروا ان هما stay all night او all the night، بيفضلوا كده all the night without sleeping، بيفضلوا كده بالليل من غير نوم، زي الممرضات وزي الايه وزي كمان nurses. بيكمل لي بقى هنا الممرضات وعمال مركز الاتصالات ورجال الشرطة nurses stay late at night without sleeping in hospitals to look after their patients، الممرضات بيبقوا او يظلوا
الوقت متأخر بالليل بدون نوم في المستشفيات عشان يعتنوا بـ their patients بالمرضى بتوعهم. they طبعا they هنا بتعود على الممرضات. they treat sick people هم بيعالجوا المرضى kindly يعني بطيبة وبعطف to get better عشان يتحسنوا. call center workers عمال مركز الاتصالات also كذلك. have to stay all the night بيفضلوا كده صحيين طول الليل on phones على التليفونات. if anyone has a problem لو اي شخص عنده مشكلة the call center worker عامل مركز الاتصالات receive the phone يعني بيستقبل المكالمة منه receive the phone call بيستقبل المكالمة منه ايه kindly بطيبة وبعطف trying محاول او بيحاول ان هو ايه solve the problem بيستقبل منه المكالمة وبيحاول ان هو يحلله المشكلة. policemen رجال الشرطة are very important for our life بيكونوا مهمين جدا في حياتنا. they stay at night بيفضلوا كده all the night طول الليل standing in streets واقفين في الشوارع to make sure عشان يتأكدوا that we are safe ان احنا في امان او امنين in our beds في الاسرة بتاعتنا يعني نايمين كده في امان. all thanks كل الشكر and respect والاحترام to night workers لعمال الليل for their great efforts ليه كمان كل الشكر والاحترام لعمال الليل على المجهود الرائع بتاعهم. جيب بعد كده طبعا ثلاث أسئلة اختيارات على القطعة بيقول لي the call center workers عمال مركز الاتصالات receive بيستلموا او بيستقبلوا our problems بيستقبلوا المكالمات بتاعتنا باي عن طريق ايه letters عن طريق الخطابات بنبعت لهم كده خطابات بالمشكلات اللي عندنا ولا فونز ولا عن طريق الهواتف المكالمات الهاتفية او التليفونية ولا ايميلز رسائل البريد الالكتروني ولا presents عن طريق الهدايا طبعا بيستقبلوا المشكلات بتاعتنا عن طريق فونز الهواتف. رقم 2 the underlying pronoun they refers to الضمير احنا قلنا they بتشير لايه they بتشير الى nurses الى الممرضات ولا teachers المدرسين ولا doctors اللي هما الاطباء ولا engineers ولا للمهندسين طبعا بتشير الى nurses الممرضات. رقم 3 the word of kindly كلمة kindly means in a or an not way يعني طريقة ايه كلمة kindly يعني friendly يعني بشكل ودود ولا ugly يعني قبيح tasty يعني حلو المذاق ولا badly يعني بشكل سيء طبعا كلمة kindly بتساوي friendly يعني ودود. بعد كده بيقول what is the main idea of the passage ايه هي الفكرة الرئيسية والفكرة الأساسية للقطعة بتاعتنا بيقول لي هنا ايه طبعا بتكلمنا عن الوظائف المختلفة different jobs الوظائف المختلفة بتكلمنا عن الوظائف المختلفة. رقم 5 why do nurses stay late at night without sleeping عايز يقول ليه الممرضات بيسهروا لوقت متأخر في الليل بدون نوم عشان طبعا يعتنوا بالمرضى يعني هنا بيسألني ليه الممرضات بيسهروا بدون نوم يعني بيسهروا الوقت متأخر في الليل طبعا عشان يعتنوا بالمرضى يبقى لكي يعتنوا يبقى to look for لكي يعتنوا بايه patients اللي هم المرضى. لكي يعتنوا بالمرضى. رقم 6 do you think that night workers jobs يعني هل تعتقد ان وظائف عمال الليل ارهر دي بتكون وظائف صعبة او وظائف شاقة ولماذا طبعا هنقول هنا yes I think so نعم اعتقد ذلك yes نعم I think so نعم اعتقد ذلك because لان they don't sleep well لان هما بيناموش بشكل جيد because لان they don't sleep
well لان هما ما بيناموش بشكل ايه بشكل جيد. فهتزرع عندي هنا السؤال طبعا look ايه look after عشان ان هما look after يعني يعتنوا بيه، لكن look for لا كده ابتدي يبحث عن to look after عشان يعتنوا بايه يعتنوا بيه patients اللي هما الايه المرضى. بعد كده جايب لصفحة 83 choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة. السؤال رقم واحد بيقول لي deaf people اللي هم ايه deaf يعني أصم الناس اللي هم أو جماعة الصم اللي هم بيسمعوش use بيستخدموا نقط language بيستخدموا لغة ايه to communicate with each other عشان communicate with يعني يتواصل مع عشان ان هم يتواصلوا مع each other مع بعضهم البعض. song يعني أغنية signal اللي هي إشارة إشارة تليفون أو إشارة الخاصة بالتلفزيون القنوات يعني ولا sign اللي هي لافتة أو علامة English اللغة الإنجليزية. طبعا بيستخدموا لغة إيه عشان يتواصلوا مع بعض طبعا deaf people الناس اللي هما الأصم يعني الناس الصم جماعة الصم جوز بيستخدموا sign language لغة الإشارة. هنا sign بمعنى إيه إشارة مع كلمة language لكن هنا الإشارة يقصد بها الإشارة بتاعة الإيه الهواتف أو الإشارة بتاعة الإيه القنوات التلفزيونية. رقم 2 I want to not my phone انا عايز اعمل ايه في التليفون بتاعي it is broken ده هو التليفون ده بيكون مكسور. طالما التليفون مكسور يبقى انا عايزه ايه ويف يعني يشاور او يلوح او موجة درايف يعني يقود ميت يعني يقابل ريبير يعني يصلح. انا عايزه ان انا ايه ريبير ماي فون ان انا اصلح التليفون بتاعي. رقم 3 هي از نوت هو بيكون ايه سو لذلك هي كان هير يو هير يعني يسمع هو مش قادر ان هو يسمعك. طالما مش قادر يسمع يبقى هو ايه بلايند يعني اعمى ولا ديف يعني اصم ولا تايرد متعب او مرهق ولا ليزي يعني كسول. طبعا هو بيكون ايه بيكون ديف ما بيقدرش ان هو هير يعني يسمع. رقم 4 بليز من فضلك شور that you answer your questions correctly تأكد ان انت بتجاوب على الاسئلة بتاعتك correctly يعني بشكل ايه بشكل صحيح. تأكد انت بتجاوب على اسئلتك بشكل صحيح. تأكد اسمها take ولا make ولا stay ولا spend sure طبعا اسمها ايه اسمها make sure يعني تأكد make sure. رقم 5 there is a beautiful نقط in my uncle's garden يوجد ايه جميل كده في الحديقة بتاعت عمي fountain يوجد نافورة ولا temple اللي هو المعبد ولا museum متحف ولا calligraphy اللي هو فن الخط. طالما قال لي في الحديقة يقصد هنا ايه fountain نافورة جميلة في الحديقة بتاعت عمي. مام is a fantastic نقط مامتي بتكون ايه رائع she prepares delicious food هي بتعمل وتجهز طعام delicious يعني طعام لذيذ for us to eat every day بتعمل لنا طعام لذيذ عشان نتناوله او ناكله كل يوم. يبقى مامتي ايه بقى is a fantastic دكتور يعني طبيبة رائعة او دكتورة رائعة ولا نيرس يعني ممرضة ولا كوك يعني طباخة رائعة ولا فارمر يعني مزارع او فلاح. طبعا مامتي بتكون ا فانتاستيك كوك طباخه رائعه. السؤال رقم 7 بيقول شيز ا اور ا نوت هير بينتينج از فيري لافلي عايز يقول هي بتكون ايه هير بيرت هير بينتينج اللي هي اللوحه اللي هي عملتها اللوحه بتاعتها از فيري لافلي اللوحه بتاعتها جميله جدا. يبقى هي ايه طالما بتعمل لوحات جميله يبقى شيز كوك بتكون طباخة ولا سينجر بتكون مغنية او مطربة ولا انجينير ولا وظيفتها مهندسة ولا ارتست ولا فنانة. طبعا هي بتكون فنانة رائعة يبقى شيز ان ارتست هي بتكون ايه ارتست يعني فنانة. رقم 8 why is كمال نقط his food stall at this place عايز يقول ايه ليه كمال بيركن
الكشك بتاع الطعام بتاعه في هذا المكان. عندي هنا كلمة الاستفهام وبعدها الفعل المساعد إز، لأن كمال مفرد، وبعد كده أنا عايز الفعل بتاعي لكن مضاف إليه الأي إن جي، لأن السؤال بتاعي في زمن المضارع المستمر. بارك يعني يركن كده الفعل في المصدر، باركس الفعل وبه الإس، باركت كده الفعل في الماضي، يبقى عندي هنا الفعل مضاف إليه الأي إن جي، باركن يعني يركن. رقم 9، نبيلة فيلز نبيلة تشعر بأن هي مريضة. So لذلك she not in bed this morning، عشان كده هي ما زالت في السرير this morning هذا الصباح. طيب عندي هنا الزمن بتاعي مضارع مستمر، وفي زمن المضارع المستمر she هنا مفرد بيجي معها is والفعل مضاف إليه الـ ing، هنا المصدر وهنا الفعل به is، وهنا طوب المصدر يبقى اختار is staying، هي تبقى أو تمكث في السرير هذا الصباح. رقم 10، the police officer اللي هو ضابط الايه؟ ضابط الشرطة. نقط school today عايز يقول يعني بيزور المدرسة اليوم. but لكن he usually drives around the streets، لكن هو عادة بيقود السيارة كده وبيتجول بيها في ايه؟ الشوارع. يبقى بوليس الشرطة بيكون ايه؟ today. today من الكلمات الدالة على المضارع المستمر. بوليس اوفيسر او ذا بوليس اوفيسر الفاعل بتاعه مفرد، هيجي مع فيزيتس الفعل وبه اس، ما ينفعش لان عندي زمان مضارع مستمر، ولا اس فيزيتنج ولا فيزيتد كده في الماضي ولا فيزيت الفعل في المصدر، يبقى اس فيزيتنج بيزور، اس كول توداي بيزور المدرسه اليوم. بعد كده بيقول هنا complete the sentences، كمل الجمل with the correct form بالشكل الصحيح of the word أو words بالكلمة أو الكلمات in brackets اللي بين الأقواس. والسؤال رقم 1 بيقول هنا the mechanic not the car at the moment، عايز يقول ميكانيكي بيصلح السيارة at the moment في هذه اللحظة، ودي من الكلمات الدالة على زمن المضارع المستمر. في زمن المضارع المستمر الفاعل عندي هنا مفرد بيجي معها الفعل مضاف اليه الاي ان جي، لكن بشوف اختار از او ار على حسب الفاعل، وطالما هنا الفاعل مفرد يبقى انا هستخدم از والفعل مضاف له الاي ان جي، يبقى از ريبيرنج. از ريبيرنج يعني بيصلح. رقم 2، اتنقط اوتسايد ناو، عايز يقول يعني انها لا تمطر الان. كلمه اوتسايد الان دي من الكلمات الدالة على زمن المضارع الايه؟ المضارع المستمر. طيب ات هنا مفرد، ات مفرد بنفي بايه؟ اول حاجة باخد معها من verb to be باخد الاز، وبجيبها منفية فهيبقى isn't، وبعد كده الفعل المضاف اليه الاي ان جي ادي رين اللي هي تمطر، وبعد كده بضيف لها الاي ان جي هتبقى raining. يبقى ات مفرد جبت معها از، هو عايزها منفية فهتبقى isn't، وبعد كده الفعل بضيف له الاي ان جي raining. isn't raining يعني لا تمطر، outside بالخارج now الان. رقم 3، اد ذا ويكند في عطلة نهاية الأسبوع. I usually أنا عادة نقط early، عايز يقول أنا عادة بستيقظ ايه؟ بستيقظ مبكرا. عندي هنا كلمة usually من الكلمات الدالة على المضارع البسيط، وفي زمن المضارع البسيط اي بيجي معاها الفعل في الايه؟ الفعل في المصدر، عايزه هنا المصدر، المصدر بتاع الفعل يبقى اي usually get up، اي usually get up انا عاده بستيقظ. والسؤال رقم 4، what is عماد نقط ماذا ياكل عماد؟ انا عندي كلمه الاستفهام الفعل المساعد الفعل بتاعي الفعل المساعد إز، لأن الفعل مفرد عايزة بعدها الفعل بتاعي مضاف إليه الآي إن جي، يبقى عندي هنا إيت هتبقى إيه؟ إيتينج يعني يأكل.